بهذه الخطوات بحيوية وإصرار. يستعد وليد لخوض حصته التدريبية ضمن برنامج سطره مدربه تحضيراً للبارالمبياد طوكيو بعد تأجيلها إلى عام 2021، تحضيرات تزامنت مع انتشار وباء كورونا وبداية شهر رمضان الفضيل. رمضان التدريبات الحمد لله لما نقول نوجد إن شاء الله طوكيو، إن شاء الله ندير النتيجة إن شاء الله. لونطريمون تاعنا رانا 4 فوا بار سيمين، عندنا 2 فوا ميسكيلاسيون و 2 فوا نخدمو سور تيران. لونطرينو من 3 ل 4 ونص لو موا تاع رمضان، هذا كامل خدمنا هكذا، انا نخدمو فيها هكذايا. بون قلت كواليد عنده واحد لافولونتي، يعني تلقاه كان بون يجي خطرات نروحو نجيبو حنا، خطرات يجي مع بون يجي مع وليد عمو، يجي دائما عنده الوقت تاعو تاع لونطريمون، جامي ينساه، جامي ينحيه. النهار داروا بدات الحجر الصحي، الحاجه الاولى اللي سقساني عليها قال لي اسكي خلوني نونطريني. بعزيمه فولاذيه للتالق في دوره الالعاب البارالمبيه المقبله، يقطع وليد نائب بطل العالم في رمي الصولجان لذوي الاحتياجات الخاصه اشواطا مهمه في تدريباته المكثفه في رياضه تبقى مجهوله لدى الكثيرين. ان شاء الله فهمي بلاص في طوكيو ان شاء الله. بالديماغي لور هادو لي اف 32 ولا لي اف 31، هادو هما اللي عندهم هاد اللونسي تاع رمي الصولجان. بون هادي داروها باسكو لي زي ام سي عندهم ان بروبليم باش يشد اللونجان تاعو. هادي فيها ان سيستيم وين يقدر يشد يبلوكي يعني الصولجان هذاك يقدر يبلوكيه في يدو وتجيه سهله باش يرمي. ما داروها جوست بور لي زي ام سي، هذا ما كان. بابتسامة لا تفارقه ينهي وليد حصته التدريبية، وكله أمل في غد قد يحمل معه الألقاب والتتويجات في مختلف التظاهرات الدولية.